السلام عليكم، مباشرة من محلات أواني شعيب ومن جديد. وهذه المرة كنرجعوا معكم بعد عيد الأضحى باش نقول لكم راه المحل ديالنا في الحي المحمدي مفتوح لكم باش أنكم تجيو تستافدوا من لي بروموسيون الهائلة، لي بروموسيون لي فريمون سبيسيال اللي كنديروا في محلات أواني شعيب. قبل ما نوريكم السلع اللي عندنا ونعطيكم الأثمنة، فقط بغيت ندير واحد تذكير صغير خفيف ظريف، انه محلات اواني شعيب المحمديه والقريعه والبرنوصي حاليا غادي يكونوا مسدودين واعاده العمل، يعني غنعاودوا نخدموا ان شاء الله من جديد حتى النهار السبت 31 يوليوز، يعني هذا السبت اللي جاي. ولكن المحل ديالنا في الحي المحمدي مازال دابا راه مفتوح، دابا حاليا جيو في اي وقيته يوميا من 10 الصباح حتى 10 ديال الليل. مرحبا بكم، ودائما تحت شعار اللي ما شريت نزه. والمحل ديالنا اللي كاين في حي المحمدي راه مقابل مع صالون زينب اللي معروف هنا، ومقابل مع جامع الكودية. في اليمين ديالنا كاين القيصريه حي المحمدي، في اليسار ديالنا كاين قيصريه حي المحمدي، وفي اليمين ديالي كاينه قهوه فلوريدا. نوريكم السلعه اللي عندنا ومن بعد نعد لكم المحل اكثر فين كاين. مرحبا بكم يا بسم الله. اول حاجه غادي نبدا بها والحاجه اللي كيسولوني عليها الناس بزاف، غادي ندوز لكم الكادوات، غندوزو للبراد، غندوزو السلعه كامله وداك الشيء بشويه وتحت شعار اللي ما شريت نزه ليا مع راساته. وجيو وكنصحكم انكم تجيو تستافدوا من هاد لي بروموسيون اللي كنديروا ان شاء الله، حيت مني غادي يحلوا من بعد العيد الكبير. حنا دابا العيد الكبير داز، يعني السلعه تقدر تزاد، لهذا دائما تنقول لكم جيو استافدوا من لي بروموسيون اللي عندنا. ما حد السلعه مازال رخيصه، ما حد البروموسيون مازال كاين. يا بسم الله. غادي نبداو بالكاس ديال العصفور. بزاف الناس سولوني على كاس ديال العصفور، صراحه ما دويتش على العصفور بزاف، ولكن بزاف الناس سولوا عليه تبارك الله، وعنده طلب كبير من عند المتابعين. الكاس ديال العصفور اللي كيف كتشوفوا نتوما في اللوينات ديالو، عندنا في الذهبي ديال، عندنا في الكريد ديالو، عندنا في الذهبي، وحتى الثمن دايرين فيه ثمن واعر اللي هو 1200 ريال 60 درهم. 1200 ريال ثمن رائع جدا، وكيف كتشوفوا كيجيو زوينين في الحطه ديال الصينيه، والديزاين ديالو كيبان خطير جدا، ويقدروا يجيو حتى في الكادو، يعني تقدر هذا ديها حتى في الكادو، كيجي ثمن يعني كادو رخيص، وتقدر تخشي معاه شي بلاطو ولا شي لعيبه الا بغيتي تزيدي تهوري الكادو اكثر. كان البيدجي ديالك ديال الكادو غير 1200 ولا دير، غدي لهم هذا. بغيتي تزيدي تهوري معاه راه غتزيدي معاه بلاطو، بغيتي تزيدي تهوري معاه غتزيدي معاه براد، وانت غاده يعني الكيسان راه كيجيو رائعين في الكادوات. اما انا شوف كنبيعهم، كنبيع الكادوات ديال الكيسان والسوبيرات وداك الشيء، ولكن كننصحكم انكم دائما في لي كادو تاخذوا الحاجه اللي كيستعملوها الناس، الكيسان، براد، الترموس، ديو تعلموا ديو في الكادوات كوكوط، تعلموا ديو في الكادوات مقله، لان هذا الشيء كيتستعمل وكيبغوا العروسات. لان بزاف العروسات كيف كتعرفوا انهم ملي كيجيو من الكادوات بزاف متشابهين، بزاف ديال الكيسان، بزاف ديال السوبيرات، تيقدروا يمشيو يقلبوا على شي مول المحل ويبيعوا لي داك الشيء. الحمد لله موجود الخير. واحد القضيه بغيت ندير المقارنه بعضياتها، لان بزاف الناس يمكن ما كيركزوش معايا في لي لايف. دابا حاليا وريتكم الكاس ديال 1200، عندنا هذا الموديل ديال 1200، وعندنا هذا الموديل حتى هو ديال الفراشه، حتى هو رائع جدا، حتى هو كيدير 1200. ولكن الكاس ديال الريشه، ركزوا معايا مزيان، الكاس ديال الريشه اللي كتشوفوا نتوما دابا اللي عندنا فيه الكري ديالو هو هذا. ودائما كنتذكر تنقول لكم الكاس ديال الريشه تبارك الله الكاس ديالو كيبان نقي وكيبان بحال الكريستال. هو راه مكتوبه هنا كريستال. هذا الكاس ديال الريشه معروف كيدير 3600، عندنا الذهبي ديالو، عندنا الكري ديالو، وعندنا حتى الذهبي ديالو. هو الذهبي ديالو كيبان خطير. الثمن ديالو عند اواني شعيب 1800 ريال 90 درهم. ركزوا معايا، الكاس ديال الريشه 1800 ريال، والكاس ديال العصفور 1200 ريال، يعني 60 درهم في 90 درهم. راه كنوضح وكنكرر الهضره، لانه مع الاسف كاينين، ما كنعممش، مي كاينين بعض النساء اللي خصك تبقى تكرر معاهم باش يحاولوا ياكسبتيو
المعلومة باش توصل المعلومة. كنحاول دائما نبسط المعلومة بكل ما بجهدي. كاين الناس غيقولوا علاش شعيب كيبقى يكرر الهضره بزاف وكيبقى يبسط المعلومة. تخيلوا معي انا بوست كاتب فيه السلام عليكم الحي المحمدي غيحل نهار السبت والبرنوصي غادي يحل نهار السبت 31 يوليوز. كتجي وحده في الكومونتير كتكتب لي عافاك امتى غتحلوا البرنوصي. لا 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 انا راه كاتبه في كاتبه لك الفوق. واش انا الفوق كاتب السلام عليكم المحل غيحل نهار 31 يوليوز وكتجي وحده لتحت كتكتب لي امتى غتحل البرنوصي. هادشي راه واقع. علاش كنكرر الهضره وكنحاول نوضح. المهم كملوا معايا تنزلوا لي مع راساتكم. غندوزوا لهاد الكاس هذا حتى هو الثمن ديالو 1400 ريال حتى هو رائع جدا. وكاين هاد الكاس هذا بزاف الناس كيسولوني عليه حتى هو خطير. الناس اللي كيبغوا هادشي ديال الاختزانة الثمن ديالو هذا كيدير 1400. نرجعوا للكاس ديال 1200 ريال. راه ما عنديش غير داك الموديل، عندي غير هاد الموديل هذا. كيف كتشوفوا راه ما كيتقشرش، يعني هذا واخا دير لي ما كيتقشرش كاع هاد الكاس هذا، يعني شي حاجه كاليتي مزيانه لا في الخدمه ديالو لا في الديكور ديالو. والثمن ديالو 1200 ريال، ها هو راه ما كيتقشرش، ها هو بموس كاع. وحنا راه ماشي غتغسلين شي بموس، غير كنوريكم شو ما كيتقشر ما والو. يعني هاد الزواقه مطبوعه بالسخون وتاد التحتانيه ما كديرش. والثمن ديالو عوض 3000 ريال غير 1200 ريال. عندنا هاد الزواقه، عندنا هاد الزواقه، وعندنا حتى هاد الزواقه هادي. سبحان الله تقدر تكون مقاريش داكشي علاش سولات. لا مقاريش كنظن ما غتكتبش ليا في لي كومونتير السلام شعيب امتى غتحل البرنوسي. فقط غير بعض النساء، بعض ما كيحاولوش يديروا حتى مجهود صغير يقراو غير البوست اللي الفوق. بكل صراحه زعما مع احترامي لجميع الزبناء اللي تبارك الله حافظين الثمانات حافظين التوقيت ديال الحلان والسدان، ما كنهضرش انا على الكليان. ما كاينين شي كليان اللي ما كيديروش مجهود كاع، يعني كتجي انت كاتب بوست موضح. انا راه في لي لايف من تقريبا شي 15 يوم ودابا وانا تنقول امتى غنحلوا امتى غنسدوا، باش تعيط ليا وحده وتقول لي عافاك شعيب امتى غتحلوا. ماشي مشكل، نقدر نقول ما مسالياش، ما دخلتش الفيسبوك، ما عارفاش، كنجاوب في التليفون كنقول لهم امتى غنحلوا. ولكن بوست مكتوبه عافاكم بلاتي باش نوريكم غير كيفاش. مثلا انا هنا في هذا لو بوست هذا كيف كتشوفوا، بقوا معايا. طن 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 طن. مثلا هذا لو بوست هذا كاتبين فيه هنا، كاتبين فيه هنايا الزبناء اللي بغاو يستافدوا من الصوت اللي كنديروا في المحلات اواني شعيب. راه المحل ديالنا في الحي المحمدي مفتوح بالنسبه للقريعه والمحمديه، غنحلوا نهار 31 يوليوز. فحال هاد لو بوست هذا كتجي وحده في لو كومونتير وكتكتب ليا عافاك امتى غتحلوا البرنوصي. يعني ما قدرتش تهبط لتحت وتقرا بالنسبه للقريعه والمحمديه والبرنوصي حتى النهار 31 يوليوز عاد غنفتحوا. هذا هو الشيء علاش كنقول انا كنحاول. هذه نصيحه زعما، الناس حاولوا تقراو لي بوست، حاولوا تقلبوا قبل ما تسولوا. هذه غير نصائح كنبارطاجيها مع الناس. اما انا راه غنعاود نكرر ونعاود نقولها ونعاود نقولها، ما عنديش مشكل. جبنا لكم هاد الطبيصلات هادو، الثمن ديالهم كيديروا جوج ب 70 درهم 1400 ريال، جوج ب 1400. وكاينين هادو الثمن ديالهم كيديروا جوج ب 1200. غادي ندوزوا لهاد الكوبا هادي. هاد الكوبا اللي زوينه كتجي في كتجي الكيكه، كتجي الحلوه، كتجي لي غاطو ديال حلوه لاكريم، كتدي بزاف ديال العيبات وصراحه رائعه جدا. والثمن ديالها درنا فيها واحد البروموسيون خطيره اللي هي غادي تقدروا تستافدوا منها. ما غنقولش لكم 100 درهم ولا 2400، بلاتي نوريها لكم بعدا مزيان. عاد نقول لكم الثمن ديالها كيف كتشوفوا. هاد الكوبا زوينه، الثمن ديالها كدير 50 درهم 1000 ريال، الثمن ديالها 50 درهم. وعندنا هذه اللي بالغطا ديالها الثمن ديالها كدير 1200 ريال، الثمن ديالها 1200 ريال. وعندنا هذه اللي بالرجيله وبالغطا ديالها الثمن ديالها
1600 ريال 80 درهم. عندنا لي مول ديال الزاج لا مارك لي مينارك، جوج ديال المولات ديال الزاج الكبير والصغير الثمن ديالهم كيديروا غير 1200 ريال. لي مينارك ديال الزاج المولات ديال الفران ماركه ديال فرنسا، جوج ب 1200 ريال. وعندنا هاد المشنفين اللي دايرين، المشنفين على جوج ماشي 2400 ولا 3000 ريال او 140 درهم، الثمن ديالهم غير 1400 ريال. جوج ب 1400 ريال، جوج ب 1400 ريال. وعندنا هاد المربعين هادو ديالهم حتى هما كنبيعوا جوج ب 1400 ريال، جوج ب 14. اذا هادو جوج ب 1400 وهادو جوج ب 1200 ريال. بالنسبه للبرات الصفر والسلعه ديال الفضه، هادشي اللي كتشوفوا نتوما دابا والفضه ديالو الذهبي ديالو هادشي مطلوب عندنا، غادي يكون ان شاء الله بعد غدا واحد 3 ايام وغادي يجينا ان شاء الله. دائما كنذكر وكنعاود مباشره من محلات اواني شعيب، ودابا كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في الحي المحمدي. مازال غادي ندخل وغنقول لكم السلعه اللي عندنا وغنوريكم كاع لي بروموسيون اللي عندنا. فقط حاجه وحده اللي بغيت نذكر بها الناس اللي كيسولوا على المحل ديالنا اللي كاين في حي المحمدي، ها هو التراموي. التراموي هذا جاي من البرنوصي كيف كتشوفوا، كدوز من قدامنا التيرمينيز ديال التراموي. كاين هنا القصاريه ديال الحي المحمدي، ها هو سيد البرنوصي، الناس ديال البرنوصي مرحبا بكم. الى شفتوا هذا التراموي غادي تهبطوا في ديك المحطه اللي ليه، غتطلعوا غتلقاو المحل هو هذا. محد المحل ديالنا اللي في البرنوصي حاليا مسدود. مرحبا بكم الناس ديال البرنوصي وحتى الناس ديال جميع انحاء مدينه الدار البيضاء، والناس ديال الرباط، والناس ديال الجديده، والناس ديال المحمديه. مرحبا بكم عند اواني شعيب الحي المحمدي. كيف كتشوفوا، كيف كتشوفوا القصاريه ديال الحي المحمدي هذه. انا غندخل معكم، مازال غندخل معكم للمحل وغنوريكم السلعه اللي عندنا. بقاو معايا دقيقه وغندخل معكم للمحل. ها هي القصاريه ديال الحي المحمدي، تاكسيات هما كيف كتشوفوا، تيرمينيز ديال التاكسيات، تيرمينيز ديال التراموي كاين هذا اللي هنايا، وكاين حتى التيرمينيز ديال التراموي اللي كاين حدا قهوه فلوريدا. قهوه فلوريدا كاينه في هذا الفيرو، جاو كدورو كتلقاو قهوه فلوريدا، ولا درتو على اليمين كتلقاو دورات المذاكره، ستاسيون ديال دورات المذاكره، التقاطع ديال لي ستاسيون ديال كازا كامله. انا دابا غندخل معكم للمحل، كنظن ان النعت واضح جدا. ندوز هاد الطوموبيل غندخل معكم للمحل. كتنعسي شي وحده المحل؟ اش كتقولي ليها سي لا سيريا؟ شي جامع بالقادي، جامع بالقادي زيدي، وكاين صالون زينب حنا مقاودين معاه معلمه. كتنعت لشي وحده في التليفون. صالون زينب هو هذا، هو هذا صالون زينب الم... كاين شي صالون زينب لتحت؟ لا غير هذا. وراه قال لك المهم صالون زينب كاين فوق. شوف واحد القضيه زوينه غادي نقولوا، صالون زينب القديم اللي حدا جامع الكوديه. جامع بالقادي، جامع بالقادي كيقولوا لي جامع بالقادي وتقولوا لي جامع الكوديه. واضح جدا القصاريه ديال الحي المحمديه هذه. ها هي هنا كاينين الطاكسيات، غتطلعوا نيشان بحال غادي لقهوه فلوريدا، بحال غادي لقهوه فلوريدا. اول محل مرحبا بكم، مرحبا، شكرا بلاتي اختي ندوز عافاك. غادي ندوزو لهاد لو باك، هذا الباك الناس اللي بغاو يعمروا الكوزينه مرحبا بكم. هاد لو باك هذا اللي فيه 24 عاشق، الثمن ديالو كيدير 1400 ريال، رائع جدا. في هاد لاكولو غادا وفي حتى القهوي ديالو 1400 ريال، 24 كيدير 2600 3000 ريال، حنا دايرين ليه 1400. وعندنا هاد الباك هذا حتى هو فيه 24 ديال العاشق والفورشيط والمعلقه الكبيره والمعلقه الصغيره، الثمن ديالو حتى هو كيدير 1200 ريال. عندنا هاد البونبونيغ الثمن ديالها كدير 4000 ريال. الناس اللي سولوني على الطحانه ديال العطريه، الطحانه ديال العطريه اينوكس لا مارك جينيرال اللي كنا دايرين لها بروموسيون 1800، غنرجعوها لكم دابا ب 1400 ريال بالصحه والراحه. غادي ندوزو للدراب ديال الدراب، الماركه مزيانه حتى هو
في ربعه ديال اللعيبات الثمن ديالو كيدير غير 1200 ريال فقط. غادي ندوزو اسيدي لهاد البواطات هادو. حل لي هاد البواطه. هاد البواطات هادو اللي فيهم تبارك الله ما شاء الله ثلاثه ديال البواطات الكبيره والمويان والصغيره، والثمن ديالها كدير غير 1000 ريال. رائعه جدا. عندنا سيدي الكاسرونات على ثلاثه ديال التيتانيك، الكاسرونه الصغيره والكاسرونه المويان والكاسرونه الكبيره، ولا مارك تيتانيك كيف كنقول لكم ما غنحتاجش نهضر عليها انا لانها كاليتي واعره في الخدمه ديالها، وتبارك الله راه من 1996 وهي كاينه في المغرب. الحمد لله كاليتي زوينه وما شاء الله، والثمن ديالها كدير غير 1400 ريال. البراد كنبيعوا ثلاثه ديال البراد الصغير والمويان والكبير، الثمن ديالو 1400 ريال. ما كاينه غير 1000 ريال، 1200 ريال، 1400 ريال. زيد اخويا ها هي البواطه على ثلاثه اللي قلت لكم، كنبيعوا ثلاثه الصغير الكبيره والمويان والصغيره ب 1000 ريال. الكيسان كيف كتشوفوا 12 كاس، الثمن ديالو كيدير غير 1200 ريال. سالادي رويال اللي بلي الدين ديالها رائعه وكتبان داكشي بريستيج، الثمن ديالها كدير غير 1200 ريال. هاد البلاطو الاخوان كيف كتشوفوا البلاطو ديال الزاجه بالرجيلات ديالو، الثمن ديالو كيدير 1200 ريال. الفراقه، الفراقه بريستيج خطيره في الذهبي ديالها، الثمن ديالها كدير 1400 ريال. وديال الزاج الثمن ديالها 1600 ريال، ديال الكريستال ثقيله، هذه ب 1600 وهذه ب 1400 ريال. مرحبا بكم، تقدروا في هذه اللحظات انتم كتشوفوا اللايف دابا تلتحقوا بينا في المحل، كيف التحقوا بينا الزبناء باش تستافدوا من هاد لي بروموسيون الواعرين، لي بروموسيون سبيسيال عند محلات اواني شعيب. كاين هاد اللعيبات هي ديال بريستيج عاوتاني، الثمن ديالها كدير 1200. طاجين الثمن ديالو كيدير 1000 ريال. تباصل قلت لكم جوج ب 1400. سوبيرا 2400 ريال، واللورانيه كدير 3600. عندنا هاد الباك هذا ديال السوبيرا ب 12 ب 1400. الناس اللي بغاو الكادوات هاد الفيزان كيجيو رائعين في لي كادو، الثمن ديالهم 3 ب 1200 ريال. مازال في البروموسيون، مازال على قد الكلمه ديالنا، مازال اثمنه ناقصه، مازال غتستافدوا من عندنا من لي بروموسيون الواعره. مازال 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 غنبيعوا لكم هاد الكاسترونات المقالي جوج ب 1200 ريال. ها هما لا مارك ديال التيتانيك، جوج مكسرونات، جوج مقالي ديال التيتانيك، الثمن ديالهم كيديروا غير 1200 ريال. مازال عندنا هاد الباك هذا اللي الميكسور ديال لينوكس، وفيه دراب وفيه هاشوار وفيه هاد البانيو معاه، هادشي كامل عوض ما تاخذوه ب 300 درهم 6000 ريال غتاخذوه عندنا غير ب 150 درهم 3000 ريال. سيدي يا مولاي نكملوا داكشي ديال 1200 1000 ريال بعدا، وندوزوا عندنا هاد المقله كيف كتشوفوا لا مارك تيتانيك، حتى هي فين ما تشوفوا هاد الباطو هذا غتقداو مع راساتكم. الثمن ديال النمره 24 كدير 1200. اي واحد عنده الجوده، اي واحد عنده الكاليتي في شي حاجه كيفورنيها للمغرب من عند اواني شعيب يستحق ويستاهل اننا نهضروا عليها بطريقه زوينه، لانها كتستاهل اننا حنا اللي كنكونوا كونتاكت مباشرين مع الكليان. اي حاجه تيكون فيها الدغل ولا كتكون خايبه راه تنكونوا صريحين مع الزبناء ديالنا باش نبقاو دائما، لاننا حنا ليماج، حنا الصوره، حنا التواصل المباشر مع الكليان، لان الكليان كيتيق فينا. الكليان عنده ثقه كبيره في اواني شعيب وكيتيقوا فينا وكيجيو يتقدموا عندنا، لهذا كنحاولوا بكل ما بجهدنا اننا نقول لكم الصراحه ونقول لكم الحقيقه في اي حاجه كتقداوها. وكنوصي حتى للدراري اللي معانا تنقول لهم اي واحد سولكم على شي حاجه قولوا لهم اللي كاين، واش هذه كتصدي كتصدي، ما كتصديش ما كتصديش، هذه مزيانه مزيانه، ما مزياناش ما مزياناش، هذه الا خدمتي بها تحرك تحرك، ما تحركش ما تحركش. وكنبقاو زوينين ومزيانين مع الكليان. هذا اختي انتي هذا غنوريك، هذا كيجي فيه كيسان وبراد والله العظيم، وكتزكي فيه الرفيسه. هذاك الشيء اللي قلت
وكتسقي فيه كسكسو. واحد السيده جات عندي وراتني التصاور في التليفون تصدمت، دي حاطه فيه كيسان وبراد ومسقيه فيه الرفيزه ومسقيه فيه كسكسو وحاطه فيه الحلوه وحاطه فيه كيكه. قلت لها والله الا انت اللي استفدتي منه، والثمن ديالو 1200 ريال. ثمن رائع جدا، 1200 ريال. تبارك الله عدد كبير ديال الناس كيشوفوا اللايف هاد اللحظات، الناس كلهم الناس كاملين ما مسافرينش، كلهم غاديين يجيو يستافدوا من لي بروموسيون تقداو من عند اواني شعيب. هاد التبصيل، هذا التبصيل اللي كتشوفوا ديال اسبانيا، الثمن ديالو كنبيعوا لكم 4000 ريال، وهادو كنبيعوا لكم 4 ب 1200 ريال، وهادو كنبيعوا لكم 3 ب 1400. ونسيت كاع ما دويش على القرعه، ارى لي اخويا القرعه اليوم غندير الطوموبيل العيالات، الا تقديتو تحطوا سميتكم ورقم التليفون باش تشاركوا في الطوموبيله، غتربحوا معنا مقله عجيبه ديال 4000 ريال، ديال 8000 ريال. يلا تقديتي انت، قيد لي اخويا سميتها، دي قيد لها، قيد لي سميتها باش تربح معنا. قيد اخويا، ارى لي فين هي الورقه ديال الطوموبيله، فين هي الورقه، فين هي الورقه ديال راهي اخويا راهي. صافي تقيدي فيهم بجوج. مرحبا مرحبا، ارى لي اخويا الورقه، راه هاد الناس اللي في هاد الصندوق هذا جاوا تقداو من عند اواني شعيب وجابوا وحطوا السميه، جابوا ورقه مكتوب فيها السميه ورقم التليفون ديالهم، وغادي نديروا بحال هكا، غنديروا بحال هكا، وغادي اللي غنهزوه الفائز الاول غيربح معنا بمقله عجيبه ولا هاشوار ولا بانيني، الفائز الثاني غادي يربح معنا بباك ديال الكيسان ديال العصفور زائد البلاطو، والفائز الاخير غيربح معنا باك ديال الكيسان، يعني داكشي غادي وكيهبط. بقاو معنا دابا شويه غادي نديروا الطومبوله ديال شكون غادي يفوز معنا. كنتمناو ان شاء الله يفوزوا معنا الناس اللي فيدال، كنتمنى يفوزوا معنا الناس اللي كيجيو يتقداو، كنتمناو يفوزوا معنا الناس. انت اول مره جيت تقدى عندنا؟ ها اول مره لا خويا، حتى اللي جا اول مره ان شاء الله يربح. فهاد اللحظات هاد السيده كتكتب السميه ديالها ورقم التليفون وغتحطها، كنتمنوا تكون فائزه معنا ان شاء الله. دائما كنذكر وكنعاود مازال بزاف ديال السلعه ما وريتهاش لكم، كاينين البرامي، كاينين بلاطوات، شوف هاد البلاطو شحال رائع، والثمن ديالو كيدير غير 1400 ريال. عندنا البرارد على جميع الانواع والموديلات، كاين عندنا هذا البلاطو، هذا الثمن ديالو كيدير 50 درهم اينوكس رائع جدا، وعندنا هذا ديال رويال الثمن ديالو 1600 ريال. عندنا هذا الكيسان هادو الملونين الثمن ديالهم كيديروا 50 درهم، هذا الكيسان ديال مصر الثمن ديالهم كيديروا 800 ريال، ذكية فيها 12، وهادو غنبيعو لكم جوج ب 1200، يعني هاد الباكية وباكية واحدة أخرى. الترموسات حتى هما عندنا 1600 1200 1800، هادو 100 درهم. المقارس، السلعة واعرة، التباصل، البرارد حتى هما، البرارد الناس اللي باغيو يشرو البرارد، أرى لي أخويا هاد البراد، أرى لي هذا ديال فيرزاتشي. يلا سير، هاد البرد ديال فيرزاتشي الكبير واللي الثمن ديالو نورمالمون كيدير 3600، غتقدروا تستافدوه من عندنا حنا غير 1600 1800 100 درهم، والكبير ديالو ب 2200. اذا كاينين اربعه ديال القياسات. اجي نسولو الزبالة اشي شي وقف. دابا السيده بغات تاخذ هاد الصفر ياك، ولا بغات تاخذ هاد الكري؟ يلا قولوا لي شكون اللي زوين، كتبوا لي في الكومونتير واش تاخذ الصفر ياك بلاتي نبينو الصفر مزيان، هزي الكري دابا ولا تاخذ الكري. يلا يلا سير، 3-2-1. المحل ديالنا كاين دائما كنذكر وكنعاود نتوما مباشره من محلات اواني شعيب، ودابا كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في الحي المحمدي، اعاده فتح المحل من بعد عيد الاضحى، وكيف قلت لكم المحل مفتوح لكم من 10 ديال الصباح حتى 10 ديال الليل. المحل ديالنا اللي مقابل مع صالون زينب ومقابل مع جامع الكوديه. الجامع سميتو هذا من غير الكوديه؟ اش كيقولوا ليه؟
وجامع بالقاضي على اليسار ديالنا هنا كاينه قصريه الحي المحمدي. ها هي كتوصلوا للقصريه وكتطلعوا مع هذه الكوديه هذه هذه الكوديه على على شوف كتوصلوا للقصريه كتبقاو تابعين التراموي ساهله على القصريه وبقاو تابعين التراموي غتلقاو المحل ديالنا التراموي كتلقاو هنايا صالون زينب المحل ديالنا اون فاسما ولا مشيتي توصل للراس راه كتوصلوا للقهوه فلوريدا ودوره المذاكره. اختي قالوا لك خدي الصفر الصفر طوغي طوغي الصفر لبنى قالت لك الكري لا لبنى قالت لك الكري ام ياسر قالت لك الصفر عالي قال لك الصفر حليمه قالت لك الصفر كلشي طوغي امينه قالت لك الصفر فاتي قالت لك عاد فاتي وكوتشي تيقول الكري وام رايان كيقول الصفر فهمتي كنضحك والله الا كنضحك عطيني كيعجبني الصفر تاتي خديتي الصفر صافي يلاه سير حيت بنت لك اختك ولا بنتك قالت لك الصفر ولا حيت المتابعين قالوا لك الصفر انت هي قالت لك الصفر هي قالت لك الكري وانت عجبك الصفر صافي تبعي المتابعين. آه 2800 دوزها لاله دائما كنذكر وكنعاود مباشره من محلات اواني شعيبه والتراموي هذا 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 جاي من عين دياب يعني ديز على المدينه ليساس فا حي الحسني كاملين التراموي كامل كيدوز من قدامنا يعني الا بغيتو تجيو عندنا غتجيو في التراموي ياك اما تهبطوا حدا السطاسيون اللي حدا القصريه ولا تهبطوا حدا السطاسيون اللي في الدوره دوره المذاكره الا هبطتوا حدا السطاسيون اللي في الدوره بحال غترجعوا مارشاريل بحال راجع للقصريه هو المحل ديالنا اواني شعيب الحي المحمدي مرحبا بكم. اخوان ديال الطومبوله ولا بلاتي شويه شكون اللي باقي ما حط سميتو هنايا شكون اللي ما قيد سميتو تتقدى تتخلص عاد تقيد سميتها الا كنتي ناوي نحطوا لك سميتك بلاتي نقول لهم الثمن ديال المقراج المقراجه لاله عندنا اربعه القياسات عندنا 18 عندنا 1800 100 درهم 2200 2400 يعني هذا هذا 3 يطرب 100 درهم وجوج يطرب 1800 1800 100 درهم وكاين واحد صغر من هذا ب 2200 والكبير ديالو ب 2400 البراد 1600 1800 100 درهم 2200 هذا 1800 90 درهم وهذا ب 2800 لان هذا مني هذا كاليتي زوينه زائد انه مني كتشعل فيه مني كتشعل البوطه كتبان العافيه هنايا وهذا 120 درهم. ندوز اخويا لهادشي ديال الضو ما بينتوش اسيدي عندنا الهاشوار ديال كوكينغ ب 100 درهم بلاستيك هاشوار فيه اربعه الماس كطحن الربيع بصله مطيشه اللحم الدجاج كلشي الثمن ديالها 100 درهم فقط. الحاجه واحده اللي كنصحكم بالضو دائما نورك ونحيد شويه الاحتفاظ وما غتخافيش منها 100 درهم الهاشوار ديال الزاج 2600 والهاشوار ديال لينوكس اللي كتشوفوا نتوما دابا موديل جيرماني كوكينغ فيها خمسه ديال الماس ودراب كطحن الربيع بصله مطيشه متعدده الاستعمالات الثمن ديالها كدير 3000 ريال 150 درهم 150 درهم وعندنا سونيفير ب 4000 ريال فيها سونيفير علاش ب 4000 ريال لان اليوات ديالها زايدين شويه عندنا العصاره ديال الليمون 1800 والبانيني ايليت اينوكس ب 4000 ريال هاي كرتون تشا 4000 ريال بانيني ايليت اينوكس 4000 ريال خاوي العصاره ديال الليمون 1800 ريال مولي البلاندر ديال الزاج اللي كطحن العصير 4000 ريال اللي كطحن حتى الثلج ولكن اللي ما كطحن الثلج اللي ما كطحنش الثلج الثمن ديالها 3600 اذا هذه ب 3600 وهذه ب 4000 ريال. نديروا الطومبوله واحد القضيه وانا كنديروا الطومبوله عفاكم بغينا الناس كاملين اللي كيشوفوا اللايف دابا كلشي يكتب لينا منين كتابعوا اللايف ياك السي الياس بغينا نعرفوا شنو هي اكثر مدينه متواجده معنا في اللايف شكون هي اكثر مدينه متواجده معنا في اللايف ديال محلات اواني شعيب الياس حشم حيت بقيت مزوم على التليفون وليد مدراك وليد سي وليد تبارك الله عليك
دائما كنذكرك نعاون تما مباشره من محلات اواني شعيب المحل ديالنا اللي كاين في المحمدي اللي حاليا مفتوح لكم باش يستقبل الزبناء ديالنا باش يستقبل الناس اللي بغاو يستافدوا من لي بروموسيون والعروض الهائله. بالنسبه للمحل ديال القريعه والمحمديه والبرنوصي ما غادي نفتحوا حتى السبت الجاي 31 يوليوس. اذا الناس اللي كاينين في كازا كامله وبغاو يستافدوا من لي بروموسيون جيو عندنا الحي المحمدي. الناس ديال المدينه، الناس ديال البرنوصي، الناس ديال القريعه، الناس ديال سباته، الناس ديال الهراويين، راه الطاكسيات ديال كازا كامله كيحطوا في هاد البلاصه. هايا كنظن ان الطاكسيات كيبانوا لكم من هنايا، الطاكسيات ديال الدار البيضاء كامله كيحطوا في هاد البلاصه هادي وكيدوزوا من هنا، وكاين حتى الترامواي راه كيدوز من قدامنا. مرحبا بكم. فاطمه من الدار البيضاء، حياه من مراكش، فاطمه من كازا، ناديه من المحمديه، المضيق، اكادير، الرباط، الناظور، كازا. تبارك الله حاضرين معنا الناس اللي خارج كازا بشكل كبير بزاف. مرحبا بكم. جبت لي المقله العجيبه، مره كنهضروا معاهم في لي كومونتير ونوريكم السلعه، كنهضروا معاكم في لي كومونتير وكنوريكم السلعه. كازا، مراكش، اي الناس ديال مراكش، كتار وتطوان، الناس ديال الشمال حاضرين معنا بقوه. مرحبا بكم، مرحبا بكم عند اواني شعيب. لوطوروت طلع دي الحي، طلع اللي مكتوبه فيها الحي المحمدي سيدي مومن، الصخور السوداء هي اللي غتطلعوا معاها، غتطلعوا مع لوطوروت. راه غنحط لكم الفيديو كاين عند المحل، الا طلعتوا مع لوطوروت راه قريبه لينا الطلعه ديال لوطوروت من هنايا. مجيد من الموزمبيق، فيسبوك، غتكتبي الا بغيتي تدخلي لاباج ديالنا غتكتبي اواني شعيب. هيا ماما راه دخل عندنا، انت بغيتي تدخلي تشوفي انا داك السيد. مرحبا. المقله العجيبه هابي كول، واعره 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 واعره، خطيره جدا. كتبوا في جوجل، كتبوا في يوتيوب المقله العجيبه باش تشوفوا هذه المقله السحريه اشنو كتقدر دير. تبارك الله. الثمن ديالها ما غنقولش لكم 400 درهم ولا ديك 499 درهم، لا، الثمن ديالها 2800 ريال، 140 درهم. الرخاء والرباخه. مرحبا والف مرحبا. 2800 ريال. هاي اخ السيده خدات الدهبي، تلقري زوين باش ما يجوش الناس كاملين هاجمين على الدهبي. لا راه تلقري زوين، ولكن انت الدهبي كيبان راقي جدا بالصحه والراحه. هادو 1200 ريال، وديال الاخرين نشوف الزواق اللي خديتي لتحت. خديتيهم، علاش ما خديتيش الكريد هبي؟ كتبغي تاخدي اونسومبل واحد زعما. صراحه ما شاء الله كيسان رائعين تبارك الله، وتا الثمن رائع بالصحه والراحه، تستاهلي كل خير. كنفرحوا بزاف ملي كتجيو تستافدوا من هاد لي بروموسيون. كيف كنقول لكم مباشره من محلات اواني شعيب الحي المحمدي، ترامواي كيدوز من قدام المحل، وسيله تواصل سهله باش انكم تجيو تستافدوا من عندنا. ما نقدرش نجاوب على التليفون لانني دابا انا في هذه اللحظات داير اللايف. غادي ندوزوا للقرعه. اختي حطيتي سميتك هنايا، يلا حطي سميتك باش نديروا، يلا سيروا حطي السميه باش نديروا القرعه. ارى لي اخويا الفائزين، الفائزين ما كرهتش، الفائزين ما غيربحوش معنا مقله عجيبه ديال 140 درهم، غيربحوا معنا مقله عجيبه ديال ديسيني. يعني حنا كنتهلاو في الزبناء ديالنا. اللي غادي يربح معنا غيربح معنا المقله العجيبه ديسيني. واش باقا هاد المقله العجيبه مازال ياك؟ هادي اللي بقات. واي المهم هادي خبيو اخويا، لا تجي اللي غتربحها وما تلقاهاش. دائما كنذكر وكنعاود باقا بياسه، خلي لي بياسه. المهم الفائز الاول غيربح معنا مقله عجيبه ياك والفائز الثاني غيربح معنا هذا الباك. عطيني اخويا داك البلاطو باش نوريهم الفائز الثاني اش غيربح معنا. ارى لي التفصيل هذا، وعطيني اخويا كيسان ديال بلاتي اختي عافاك بلاتي. الفائز الثاني غيربح معنا هذا الباك هذا الرائع، ها هو كيف كتشوفوا. والله ما كرهنا لا تربحي معانا. هادي لك اشوفي، هادي اللي غتربحي معانا واقيلا مباحره تابعه ولده دابا في الحلقه تقول لي انت اجي غتغرق. دابا ما كيتسيب دير
بالاشاره خصك تخلصني. نعم بكيسك درنا الاشاره بالبكيه ديالها خصنا نخلصك صراحه. الفائز الثاني غيربح معنا هذا الباك هذا اللي فيه بلاطو وكيسان. الفائز الاول غيربح معنا قلت لكم مقله عجيبه. الفائز الثاني غيربح معنا هذا الباك هذا ديال التبصيل وكيسان ديالو. والفائز الثالث غيربح معنا غير هاد الكيسان بوحدهم، يعني ما حد داك الشيء كيهبط والحظوظ كتنزل. يلا الاخوان يا بسم الله دقائق قليله وغادي نديرو السحب ديال المسابقه ديالنا. تبارك الله الترامواي ديال لافيت كل شويه كيدوز الترامواي. راه تبارك الله الا بغيتو تجيو عندنا الترامواي راه موجود كيف كتشوفوا. ها هو الترامواي موجود ودايز خاوي، يعني غادي تجيو. ها هو خاوي الترامواي، خاوي الترامواي، غتلقاو فين تجلسوا في الترامواي. كيف قلت لكم هو الترامواي غيوصل هنا وغيوقف في الدوره هذه، ستاسيون ديال دوره المذاكره غتهبطوا فيها، ولا غتهبطوا في ستاسيون ديال اللي حدا القيصريه اللي هنا، ولا جيو في الطاكسيات. مرحبا بكم. نشوف اشنو خديتي عندنا. السيده خدات عندنا اربعه ديال البكيات ديال الكيسان ديال الفراشه بالصحه والراحه، وخدات عندنا هاد الفراقه. زوين ولا التفصيل هذا رائع بالصحه والراحه. 1200 ريال 1200، وهاد التفصيل هذا حتى هو 1200، وهادي جبده وهادي 50 درهم. خطيره هادي، هادي باقا هادي نبينو مازال ياك صافي سير باش نبينو. شفت الله شي حاجه شفت بحال هكا شفت لي اخويا هادي جبده ليا تهلتي ليا في الطابله. برافو عليك زي اي 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 واعر. بصحه دابا هادي شنو يجي فيها؟ التمر الشوكولات لي بون لا ولكن مرقة الواحد صافي والله الا واعر بالصحه والراحه. عندك ذوق رائع وزوين هاك. ايوا تهلا ليا راه واحد القضيه راه دايرين معايا جوج لعيبات، يعني الا بغيتي تستخدميها هكا ولا بغيتي تركبي هذه عرفتي، ملي كتركب كتجي راقي. بصحة هذه الثمن ديالها غير 50 درهم بصحة وراحة. دائما كنذكر وكنعاود مباشرة من محلات أواني شعيب البروموسيون مازال مستمرة إن شاء الله، غادي تكون اليوم الأحد. مرحبا بكم جيو توافدوا على المحل باش تقدروا تستافدوا من لي بروموسيون اللي كنديروا عند أواني شعيب. كيف كتشوفوا أنه كتلقاو فين تستاسيونيو الناس اللي غايجيو في الطونوبيلات، كاين ستاسيونمون متوفر عندنا قدام المحل كيف هاد السيد حتى هو جا دابا ستاسيونمون، وكاين ستاسيونمون حتى حدانا من هنايا كيف كتشوفوا في هاد الزنقه هادي. وكيف كنقول لكم المحل ديالنا هاي القيصريه ديال الحي المحمديه هادي، بكل سهوله غادي تقدروا توصلوا عندنا المحل، لان المحل بين طاكسيات كيدوزو قدام المحل، ترامواي مقابلين مع صالون زينب ومقابل معنا من هنا كاينه. نعم مرحبا. صالون زينب معروف ياك، كاين هنايا الفيروج، هنا كاين ستاسيون ديال دورات المذاكره، وكاين قهوه فلوريدا، وهنا كاين عندنا القيصريه ديال الحي المحمدي. مرحبا بكم. دائما كنذكروا كنعاودوا مباشره من محلات اواني شعيب. بعد قليل دابا شويه غنديروا الطومبوله باش يشاركوا معنا ثلاثه ديال الفائزين. اي واحد بغى يكون حتى هو فائز غادي يجي يتقدى عندنا وغيجيب معاه ورقه مكتوب فيها الاسم الكامل ديالو ورقم التليفون باش تشارك معنا في الطومبوله اللي كنديروا. صافي نديروا الطومبوله. يلا كتبوا سمياتكم باش ندير الطومبوله. اش اش تقديتي؟ تقدينا كيس هذاك. لا ذاك النهار. لا دابا لا لا خصك لا دابا 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 ناري 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 شكون هي هذه اللي مشات هنا؟ الزايه الاولى الزايه اللي تحط الزايه الاولى. بصح هذه متاكده لما كاين بلاش دابا نعيطوا الملكة شدي شدي دابا هذه البرد اللي لاحه وهي لا رزقها ملك بلاتي 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 نعيطوا الملك
لا دابا انت غتشاركي في الثانيين، دابا في الثانيه، دابا الاولى مقله عجيبه والثانيه غتشارك. دابا شوفي لا لا راه تقدري يلا ديري هنا بلاتي. شوف غادي غنسولو بلاتي، غنسولو المتابعين. دابا هاد الورقه هادي طارت وطيرها البرد، واش هي اللي نخليوها تربح معنا الاولى؟ واش هي اللي نخليوها تربح معنا الاولى ولا نعاودو نخشيوها في الطومبوله؟ يلا كسبوا لي. لا راه مازال، شوف شوف راه مازال كاينه طومبوله واحده اخرى. اشنو نقول لمول الطاكسي؟ قولي لي قصاري ديال الحي المحمدي راه قريبه لينا. نو خاصها طومبوله. اه كلشي قال لك لا خاصها، قال لك خاصها تشارك في الطومبوله. خشي قال لك خاصها تشارك. تدخل من البرد، تدخل من البرد، تدخل من البرد. يا بسم الله توكلنا على الله. ثلاثه ديال الفائزين غادي يفوزوا معنا في المسابقة ديال أواني شعيب. الناس اللي بغاو يشاركوا حتى هما ما تنساوش من تجيو تقداو، جيبوا معكم رقم التليفون ديالكم مع الاسم الكامل ولوحوا في الكرتونة اللي غادي تكون فيها الطومبولة. دقائق قليلة. يلا سير 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 اتقدي. يلا سير يلا يلا. لا لا دابا انت ملي غتقدي وغتحطي سميت غتشاركي في الطومبوله الجايه. يلا سير سير سير. شكون اللي خليها السيده تخلى؟ تخليها عندك شي زوراقات بنتك. لا يلا سير يلا. يلا سيري. زيد زيد. السلام عليكم. دائما كنذكر مباشره من محلات اواني شعيب. دابا غتفوز معنا وحده شاركت معنا في الطومبوله، مشاركه غتفوز معنا بمقله عجيبه. عزيز يلا زيدك. سيري سيري. حلي 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 وقري لي السميه. سير ما تعطي الا ما تبينش نمره التليفون في التليفون. ارى لي سميتها هادي. اعطيني نمره 06 زيد 10 زيد 55. صافي حبس ما تقولش الكلمه الاخرى. 29. لا مازال ثلاثه الفائزين اخرين. دائما كنذكر بلا شي اسميتها. سميتها اديدي امينه. السلام عليكم. كنذكر وكنعاود مباشره من محلات اواني شعيب. فهاد اللحظات كنتصلوا بالسيده اديدي امينه باش نقولوا لها راكي فزتي معنا بمقله عجيبه مع محلات اواني شعيب. كنتمنوا اديدي امينه تجاوب فهاد اللحظات باش نعم شاركي بالنمره في الطومبوله الجايه ان شاء الله. ادي مرحبا بكم. ها هي كتصوني في هذه اللحظات. ها هي كتصوني كنعيطوا ليها. كنتمناها تجاوب ان شاء الله باش نقولوا لها انك ربحتي معنا. الا ما جاوباتش غادي نعيطوا لواحد اخر. ان خاص الفائز يجاوبنا في البلاصه. دائما كنذكر وكنعاود مباشره من محلات اواني شعيب. ودابا كنديروا معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في الحي المحمدي. ما جاوباتش. نعاودو نعيطو المرة الثانية. مباشرة من محلات أواني شعيب كاينين بروموسيون واعرين، كاينين عروض هائلة. السلعة ديال 1200، السلعة ديال 1000 ريال، السلعة ديال 1400. داكشي زوين ورائع أي واحد بغا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أختي معايا أمينة. معاك أختي أواني شعيب. مرحبا. لاباس عليك؟ لا لا بخير مزيان الحمد لله. بارك الله فيك اخويا. ديجا شاركتي معنا في واحد المسابقه واحد الطومبوله ياك؟ اي في سميتي ديال حي محمدي. اي فين كتسكني انت نورمالمون؟ انا في حي الحسني. من حي الحسني جيتي عندنا حتى الحي المحمدي؟ واش تبارك الله. فاش جيتي نقولوا هذه مناسبه للناس في الطوموبيل ولا جيتي في الترونسبور؟ غير باش في الطوموبيل. فاش؟ يا بغي وبالنسبه للترونسبور فاش كيجيو من حي الحسني؟ ترام وينيش انا من حي الحسني لحي محمدي. زوينه هذه. الناس الترام اللي يجي من عين دياب
وغادي سيدي مؤمن هو اللي يركبوا فيه يوصلوا للقيصريه ديال حي محمد يفوتوا يهبطوا. مرحبا بك اختي امينه، شاركتي معنا في مسابقه وفي كاينين ثلاثه ديال الفائزين. الفائز الاول غير ربح معنا بمقله عجيبه ولا شي ارتيكل كيساوي الثمن ديالو. الفائز الثاني غير ربح معنا بواحد الباك ديال الكيسان مع بلاطو. الفائز الثالث غير ربح معنا باك ديال الكاس. انت ربحتي معنا في المسابقه الاولى اللي هي المقله العجيبه، مبروك عليك. كنتمنوا تكون ربي يخليك. الا ديجا عندك المقله العجيبه في الدار تقدري تاخذي شي حاجه اللي كتساوي المقله العجيبه، تقدري تاخذي بانيني ولا شي مولينيكس بلاندر ديال الزاج، ولا تقدري تاخذي شي هاشوره ولا شي حاجه. كنتمنوا ان شاء الله تكون عجباتك هذا الكادو البسيط الهديه. في اي وقيته جيتي للحي المحمدي غادي تاخذي الكادو، الا جيتي دابا غتاخذيها. انا ما كاينش دابا تما، داكشي علاش انا كنت عند بنتي دابا بعيده شويه. ما كاينش في كازا واقيلا. في اي وقيته جيتي من سيدي رحال لكازا وجيتي في حي المحمدي جيبي معاك غير لاكارت ناسيون باش نشوفو ديك امينه اديدي ياك، حيت تقدر شي وحده عرفتي تقدر شي وحده تجي تكذب علينا تقول لنا هي امينه ونعطيها هو الكادو. لا 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 غنجي ان شاء الله. يلا مرحبا بك يا لالا امينه. شكرا اخويا، شكرا تبارك الله عليك، مرحبا بك عند اواني شعيب. شكرا الله يعاون، الله يعاون. شكرا شكرا، مرحبا، مبروك على امينه اديدي ربحت معنا مقله عجيبه. دابا غادي نشوف عقلوا على امينه اديدي. اخوان فين هي الورقه ديالها؟ الورقه ديال امينه اديدي اراها لي اخويا، اراها لي هاك. شد اخويا عندك امينه اديدي غدا ان شاء الله ملي غادي تجي غتجيب معها فوتوكوب لاكارت ناسيون، غير لاكارت توريك امينه اديدي ولا نمره التليفون ديالها. صوني عليها تاكد من انها امينه اديدي وعطيها مقلة عجيبة ولا شي حاجة كتساوي المقلة العجيبة اللي كانت عندها ديجا في الدار. غادي نشوفوا دابا الفائز الثاني، سمحي لي شكون شكون. اجي هزي لينا بنت، هزي لينا اختي انت، هزي يا سيري خلطي مزيان. انت بغات تمشي تهزي ورقة ماماك عندك. كنضحك كنضحك. سيري يلا سير. شكون 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 هي؟ من عيني حلفي على الصدفه وما كاينش دابا. لا ما يمكنش. او قاعد صدفه زعما ما خشيتيش حلفي. والله والله جز ياك انا نخشي نعيطوا لها. لا صراحه صفر ستة حافظها زين. والله شوف قسما بالله صدفة واعرة. انا والله ما درا اسميش 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 خشك لمياء. هاي ربحات خشك ما يبقاش فيك الحال. دائما كنذكر وكنعاود مباشره من محلات اواني شعيب، ودابا كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في الحي المحمدي مباشره. المحل ديالنا اللي مقابل مع صالون زينب. السلام عليكم. السلام عليكم. لمياء اختي معك اواني شعيب. اييه ما عرفتش. لميا انا فدوى. لا راكي في اللايف راه تقدينا ودرنا سميتك وراك ربحتي. ايوا انا اللي هزيتك. يلا مبروك عليك اخت لميا، حتى انتيا فزتي معنا بواحد الكادو. ديجا جيتي تقدس قبل ولا اول مره؟ حنا تقدينا دابا غادي يفوت كيف. يلا مرحبا بك اختي لمياء ربحتي معنا بواحد المسابقه. ان شاء الله ان شاء الله صدفه زوينه بزاف والزهر ديالها طاح لها انها تفوز معنا بهذه المسابقه هذه وربحت معنا ربحتي معنا بلاطو مع كيسان ديالو. كنتمنى ان شاء الله تكون عجباتك هذا الكادو اللي ربحتي معنا. شكرا مرحبا مرحبا بالصحه والراحه. بالصحه امين امين شكرا. غادي نشوفوا دابا الفائز الثالث.
اختي اجي عاودي هزي معنا انت هي زيد 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 خديجة أري لي أختي نمرة التليفون ديالها عطيك تقول عطيك أنا نقول لك 0 زيد 14 زيد 37 زيد 15 والنمرة الأخرى طابيها صافي شتها مبروك لمية مبروك لأي واحد فاز معنا في المسابقة ديال المحلات أواني شعيب كنتمنوا إن شاء الله يعجبكم لي كادو اللي كنعطيوكم الرمزيين أي واحد جا بغى يجي يتقدى عندنا ما تنساوش انكم ها هو كيسون لي التليفون الو السلام عليكم الو السلام عليكم اختي خديجه لاباس بخير معك اواني شعيب صافا اختي لاباس بخير مزيان الحمد لله ربي يخليك راه كنا درنا الطومبوله ديال اواني شعيب وربحت كاين الفائز الاول والفائز الثاني والفائز الثالث انت هي الثالثه لان الفائز الاول ربح معنا مقله عجيبه والفائز الثاني ربح معنا واحد الباك ديال الكيسان بكيسانو وانت هي الفائزه الثالثه ربحتي معنا كيسان ديال العصفور مرحبا بك ربي يخليك اختي خديجه فين كتسكن يا خديجه انا كنسكن في حي محمدي في اي وقيته جيتي لحي محمدي جيبي معاكم غير هذا رقم التليفون باش نتاكدوا انك انت هي خديجه باش تاخذي الكادو ديالك اللي هو عباره على بكيه ديال الكيسان ومرحبا يا الله مرحبا مرحبا ربي يخليك الله يحفظك اختي خديجه شكرا تحياتي وتحيه لجميع الزبناء اللي كيفوزوا معنا مرحبا هاد اخوان شوف هاد الوراق هادو غادي نحيدو من هنا واي واحد غادي يشارك غيعاود من جديد هاك حيدهم فين هي خديجه او كنتمنوا ان شاء الله نكونوا عند حسن حظكم كاين ناس العزوينه رائعه ما تنساوش انكم تجيو تلتحقوا بينا باش تجيو تستافدوا من هاد لي بروموسيون الواعرين اي واحد يلا شاف اللايف غير دابا تقدروا تعاودوا تشوفوا اللايف من جديد باش انكم اعطيني التليفون باش انكم تجيو تستافدوا دائما تنقول لكم الدعم ديالكم الاواني شعيب هو لو بارطاج الدعم ديالكم الاواني شعيب هو بزاف ديال القلوب اللي كتخليو لينا لهذا غادي نقول لجميع المتابعين اللي كيشوفوا اللايف دابا ما تنساوش تعطيونا اكبر عدد ديال البارطاج عطيونا اكبر عدد ديال البارطاج في لي كومونتير باش تدعموا لايفات اواني شعيب مرحبا بكم كنذكر مباشره من محلات اواني شعيب من المحل ديالنا اللي كاين في حي المحمدي واللي مقابل مع السكة ديال الترامواي مقابل مع صالون زينب الطاكسيات كيزنوا قدامنا هنا كاين القصارية ديال حي المحمدي مرحبا كتشوف اخويا اللايف مباشرة عطينا اخويا القلوب ونشوف القلوب القلوب سير سير الله حفظك شكرا اخويا الله حفظك ليا شكرا بزاف وبارطاج ورينا اخويا بارطاج سير سير بارطاج يا اخويا زيد بارطاج بالله هاي اكخير اون بوبليكاسيون كليك على بوبلي شكرا 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 بزاف الله حفظك ليا هذا هو الدعم هذا دعم كبير لاواني شعيب من فرنسا كاع تحيه للجاليه الفرنسيه والناس ديال فرنسا كاملين راه على قبلكم حلينا نهار السبت باش تجيو تستافدوا شكرا اخويا ها صافي نديروا لك شي فرح في باري ديال اواني شعيب صافي مرحبا الله يحفظك شكرا بزاف على الدعم ديالكم اللي كتقدموا لينا على الحب اللي كتبارطاجيو معنا حب زوين كيبارطاجيو معنا الزبناء داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن شكرا بزاف على الدعم ديالكم على الحب على التواصل اللي كتواصلوا معنا حاجه وحده اللي غادي نطلب منكم بغيت كل شيء يعطينا اكبر عدد ديال القلوبه يلا 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 سير 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 يلا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا كل شيء يعطينا بزاف ديال القلوبه لان القلوبه ديالكم هو الدعم الاواني شعيب فهاد اللحظات عدد كبير ديال الناس
كيعطيونا بزاف ديال القلوبه كيطلعوا. شكرا شكرا. زيد القلوبه القلوبه زيد 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 زيد. يلا يلا كلشي يعطينا القلوبه. شكرا شكرا شكرا. فهاد اللحظات عدد كبير ديال الناس كيعطيونا اكبر عدد ديال القلوبه باش كيدعموا اللايفات ديال اواني شعيب. ما تنساوش تجيو تستافدوا من هاد لي بروموسيون اللي عندنا. كيسان ديال 1200 ريال، كيسان البراري لي كادو، داكشي رائع وزوين بزاف. كيف كتشوفوا ان في هاد اللحظات الناس كيلتحقوا بالمحلات ديال اواني شعيب ستاسيونمون. ساهل بزاف باش انكم تجيو وتقدروا بكل سهوله بكل بساطه. كيف كتشوفوا لو ستاسيونمون ساهل، كتستاسيونيو قدام المحل وكتهبطوا تتقداو وكتمشيو. مرحبا بكم. وحاجه وحده اللي مطلوبه منكم هو اكبر عدد ديال البارطاج. يلا قبيله عطيتونا القلوبه بزاف، دابا بغينا هاد الناس كاملين اللي كيشوفوا اللايف كلهم يعطيونا البارطاج. يلا سير 3 جوج واحد، كلشي كليكي على بارطاجي بارطاجي. يلا بارطاج بارطاج بارطاجي من هنا، اكريغ اون بوبليكاسيون وكليكي على بيبلي. يلا سير كلشي كليكي على بارطاجي. واللي عنده تليفونه بالعربيه غتخرج لينا مشاركه، واللي عنده بالفرنسي كليكي على بارطاجي، واللي عنده بالعربيه غير كليكي على على مشاركه هنا. يلا كلشي كليكي على بارطاجي بارطاج اكري اون بوبليكاسيون اي بيبلي. يلا شكرا. في هذه اللحظات عدد كبير ديال الزبناء ديال محلات اواني شعيب كيدعموا اللايف ديال اواني شعيب. عدد كبير ديال الناس كيكليكيو على بارطاجي باش يدعموا اللايف ديالنا. شكرا على الحب ديالكم، على الوفاء ديالكم، على الصدق ديالكم، على الدعم ديالكم اللي كتقدموا لمحلات اواني شعيب. دائما كنذكر نتوما مباشره من محلات اواني شعيب، ودابا كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في الحي المحمدي باش انكم تجيو تستافدوا من لي بروموسيون اللي كنديروا ديال اواني شعيب. مرحبا بكم. كيف كتشوفوا انه المحل ديالنا ديال اواني شعيب الحي المحمدي فاتح لكم الابواب ديالو باش تجيو تستافدوا من لي بروموسيون. بالنسبه للمحل ديالنا ديال القريعه والبرنوصي والمحمديه ما غادي نفتحوا حتى الاسبوع الجاي حتى السبت الجاي. اذا اي واحد محتاج للماعن، اي واحد محتاج الكادو، اي واحد بغى ميعنات، اي واحد غادي يسافر بصحه والراحه، مرحبا. خديتي الكادو ديال خصك ديتي معاك صافي. يلا زيد مرحبا مرحبا. دائما كنذكروا كنعاود مباشره من محلات اواني شعيب. المحل ديالنا ديال الحي المحمدي حاليا رهنا رهنا اشارتكم في استقبالكم، كنحلوا من 10 الصباح حتى 10 ديال الليل، والبرنوصي والقريعه والمحمديه حتى السبت الجاي عاد غنحلوا. اذا سادين دابا اي واحد في البرنوصي ولا في القريعه ولا في المحمديه ولا في برشيد جيو للمحل ديالنا اللي كاين في حي المحمدي، هو اللي فاتح الابواب ديالو. وبالنسبه للمحل ديالنا اللي كاين في المدينه القديمه راه سديناه، ما بقيناش غنعاودوا نحلوه الى اجل غير مسمى. مرحبا بكم في المحل ديالنا اللي كاين في الحي المحمدي مباشره مع محلات اواني شعيب. دقائق قليله وغادي نحبس اللايف، فقط غنعاود نوريكم المحل ديالنا فين كاين. اول محل ديالنا هو هذا الحي المحمدي، القيصريه ديال الحي المحمديه هذه، القيصريه ديال الحي المحمديه هذه، كتطلعوا مع القيصريه كتوصلوا واحد البلاصه سميتها الكوديه، هي هذه الكوديه. حنا جينا مع الكوديه مباشره، ولا مشيتو حتى للفيروج غادي تلقاو قهوه فلوريدا، ولا درتو على اليمن غتلقاو ستاسيون ديال دوره المذاكره، ستاسيون فين كاين التقاطع فين كيتبادل التراموي في الدار البيضاء. حنا في الدار البيضاء عندنا جوج خطوط ديال التراموي، عندنا خط كيجيب من سيدي مومن وخط كيجيب من البرنوصي. التقاطع ديال هاد التراموي كاين في الدوره ديالنا على يدك اليمن، مقابلين مع صالون زينب القديم اللي كنظن انه ساد، ولكن معروف انه صالون زينب. وهذا ها هو صالون زينب، وكاين هنا جامع الكوديه او مسجد بلقاضي. ها هو السكه ديال التراموي الدار البيضاء خاويه، فقط السكان الاصليين. ومرحبا بجميع المغاربه، فقط غير الناس اللي ساكنين في كازا. اما هاد الميز العنصري اخر حاجه خصني نفكروا فيها وهي
مرحبا، تحيه للناس ديال فرنسا والناس ديال باري. تحيه. لا 35 ماشي باري واقيلا 35. المهم كيف قلت لكم مرحبا بكم عند اواني شعيب، كاينين بروموسيوير حتى اليوم الحد. تقدروا تلتحقوا بينا في هذه اللحظات وتزيو تستافدوا من لي بروموسيون. تقدروا تلتحقوا بينا غدا الاثنين 3 4 الخميس، حنا راه هنا اشارتكم مده على طيل الايام 2 3 4 الخميس الجمعه السبت الحد، ومن 10 الصباح حتى 10 ديال الليل. مرحبا بكم. هاد الطاكسيات اللي كيدوزو قدامنا كاينين ديال الهراويين، سباته، التشاروك، القريعه، كازا كامله كيدوزو الطاكسيات ديالها من هنا. مرحبا بكم. وكيف قلت لكم هنا كاينه القصاريه ديال الحي المحمدي، المحل ديالنا هو هذا اواني شعيب الحي المحمدي. مرحبا بكم باش انكم تجيو تستافدوا من لي بروموسيون. شكرا. وانا غادي نقطع اللايف دابا، بغينا الناس كاملين اللي كيشوفوا اللايف دابا بغيناكم كاملين تكليكيو على بارطاجي، كل شيء كليكي على بارطاجي، انا البارطاج ديالكم هو الدعم لينا. يلا انا غنقطع اللايف، اللي يلا دخل اللايف دابا يعاود اللايف من الاول باش يشوف السلعه اللي عندنا، وما تنساوش تكليكيو على بارطاجي. شكرا.